اهلا من جديد ومنهاية الصحه والعافيه للدكتور عبد الكريم الكابلي، وعود ان شاء الله لمعجبيه هنا في السودان، وان شاء الله قريب نشوف حفل كبير يحييه الدكتور عبد الكريم ان شاء الكابلي. الله. بس له تحيه عبر صباح الشروق، وتحيه لكل الفنانين والمبدعين. يا لينا الفنون بس ما قيمه جماليه في حياه الناس، ولا بس مجرد رسائل، بل ممكن يكون عندها حاجات ثانيه كثيره جدا، دلالات كثيره بتاديه جدا. ودلالات كثيره، نعم وممكن يكون منها العلاج. من ضمنها العلاج، وخاصه الفن التشكيلي. لما نقول فن تشكيلي يعني الطالب يعني بتبادر في اذهانه انه هو فن مرئي محسوس، عنده يعني رؤى أخرى مختلفة. لكن تخيلوا معي أن الفن التشكيلي يكون واحد من أنواع العلاج النفسي. بالضبط كده، حاجة صعبة ما سهلة، لكنها في نفس الوقت مفيدة جدا جدا بالنسبة للمعالج. أنت هتتفاجأ بأنه أنا كيف فن تشكيلي يساعد في علاجي. ده اللي هنتعرف عليه في هذا المحور، خصوصا أنه في مؤتمر هيقام بخصوص هذا الموضوع. داخل الاستوديو معنا دكتور عايدة بسطاوي، رئيس المؤسسة بسطاوي بغدادي وخبير معالج بالفن التشكيلي. اهلا ومرحبا بك دكتوره، كيف حالك؟ اهلا بكم، واتشرف اني اكون معاكم اليوم في صباحات الشروق، وان شاء الله يكون صباح نادي على الجميع. حبايبك حبايبك عشاء، زي ما اشارت لينا انه العلاج بالفن التشكيلي ممكن يكون واحد من الاشكال الجديده للعلاج النفسي اللي ظهر حديث جدا. انا لحد اخر ابديت واخر تحديث متابع في العلاج بالموسيقى مثلا، يعني أيوة شايف انه دي حاجه حديثه جدا، هو نوع لكن اليوم وقبل نحن بنترسع على الهواء انه الواحد بعايل للوحه بيتعامل معك حاجه جماليه كقيمه كمنظر جميل كفن، انه انا اشاهده واستمتع بالفن، لكن انه تصل للعلاج فده دي الاستفهام والتعجب، مع انه ما بتلاقوا في اللغه العربيه. شنو المقصود بالعلاج بالفن التشكيلي؟ طيب العلاج بالفن التشكيلي اصلا هو كلمه علاج، معناته انك انت تصل لنفس الانسان. اول هو تعزيز للصحه النفسيه، يعني نحن بنقول هو المين ايشو بتاعه انه العلاج بالفن التشكيلي لتعزيز الصحه النفسيه. هو بيعالج حاجات كثيره طبعا بجانب الصحه النفسيه، لكن هو عباره عن اسقاطات من اللاوعي. الزول ما لازم يكون فنان، اول حاجه كلمه فن تشكيلي الواحد يفتكر انه لازم يكون مبدع رسام عشان هو يرسم له لوحه، عشان المتلقي يتفرج على لوحه فيها تذوق، يعني يتذوق الفن بتاعه. لكن العلاج بالفن التشكيلي ما بيشترط، قلنا انه يكون الرسام دي اللي بيرسم اللوحه دي فنان. ممكن يكونوا اطفال لم يتعلموا حتى الرسم، وهو بالمناسبه بيخدم اكثر حاجه شريحه الاطفال اكثر من الكبار. هو بيخدم شرائح كثيره من ذوي الاحتياجات الخاصه، خلينا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه عشان اي زول عنده حاجه خاصه هو بيعتبر من ذوي احتياجات خاصة. يعني ما نقول ذوي احتياجات خاصة هم المعاقين، ذوي الإعاقة أو الإعاقة العقلية، توحد وغيره، لا. هو بيشمل كمان أطفال أو الأمراض المزمنة، هو بيشمل برضو المخدرات، كل كبار السن، كل الشرائح بتاعت المجتمع. يعني حتى الإنسان أو الأطفال في المدارس العادية بيحتاجوا للعلاج بالفن التشكيلي، لأنه أكيد في حاجة داخل نفسهم هم ما قادرين يتكلموا عنها، فبيعبروا عنها بالرسم أسهل، فيعتبر لغة بديلة. إذا لا يشترط أن يكون فنان، وهو لغة بديلة. أنت بتدي الورقة للمتلقي بتقول له أرسم لي، في الموجه وفي الغير موجه. يعني ممكن أقول له أرسم لوحة اللي أنت عاوزه، دي ممكن أعبر فيها بقى عن حاجات كثير. ممكن أوجهه لأني أنا عارفة في مشكلة عاوزة أعالجها، فبقول له مثلا ارسم الاسره. فاذا رسموا الاسره حيعبر لك بقى عن ما بداخله، عيشته في الاسره دي كيف. قد يرسم الاسره، يعني انا مارست مع اطفال كتار، قد يرسم الاسره كلها ويخلي لك زول برا واحد من اخوانه ما رسمه، معناها في 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 حاجه ليه هو حاسه برا حياته. قد يرسم الابو مثلا فاتح خشمه اسنان مثلثات حاده، معناتها عنده مشكله مع الابو مثلا او اي حاجه. بعد كده الام قد يرسم الام دائره بس وعصايات، ما يرسم اليدين، معناتها الام ما قدرت تديه. ففي حاجات كثيره هو ديكشنري بتفسري منه اللوحه بتاعت الطفل، من ثم بعد كده بتبتدي تستدرجي الطفل في الكلام معاه، لانه هو من الاول ما بيمشي لطبيب نفساني عشان يشتكي زي الكبار. صحيح. ف
فبيبتدي المعالج انه يتكلم يعرف وين المشكله وبعد كده يبتدي حلها. هو مختص بس بالاطفال يا دكتوره؟ لا لا، لكن انا بفتكر انه اكثر شريحه للاطفال، لان الانسان الواعي البالغ بتقدر تتكلم معه وتتواصل في امريكا معه. طبعا وفي الدول اصلا بدت بعلاج نفسي وبعد كده بالاطفال بالذات بالذات ذوي الاحتياجات الخاصه، لانه بيكون عندهم مشاكل نفسيه كثيره. جميل. ومركبه. يعني هسه احنا وضحنا تماما انه العلاج بالفن التشكيلي هو انه الشخص اللي حاب انه هو يعني يتعالج، اللي حاب انه هو يعني يحكي مشكله بيدوا ورقه وقلم بيرسم عليها من اللاوعي، بتقدروا تحددوا الانسان ده بيمر باي ظروف او بيعاني من اي مشكله، سواء كان طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه او حتى انسان بالغ كبير. جميل. طيب نتكلم عن المؤتمر الدولي للعلاج بالفن التشكيلي، شعار المؤتمر لهذا العام وكذا يعني. المؤتمر طبعا هو اول مؤتمر في السودان، هو مؤتمر دولي لانه مشاركه فيه عده دول، العديد من الدول الإفريقية والعربية من الشرق الأوسط تركيا، الدول دي كلها بتشارك بخبراتها، لأن الدول سبقتنا في الحقيقة يعني في إدخال برنامج العلاج بالفن التشكيلي. نعم. وإن شاء الله نحن نلحق بالركب ونستفيد من الخبرات الخارجية إن شاء الله. وعندنا أكثر من 8 جامعات برضو مشاركة، حتى جامعات خارجية من المغرب، نعم، من القاهرة، من السعودية، من الأردن، فعندنا العديد من الدول المشاركة والجامعات، عشان كده هو مؤتمر علمي. رسالتنا فيه ان احنا نوصل هذه الرسالة للمجتمع، انه في حاجة اسمها العلاج بالفن التشكيلي، وانه بيخدم تعزيز الصحة النفسية، هو تربية ابتكارية لتعزيز الصحة النفسية. شعار. وده شعارنا بتاع المؤتمر. ده الشعار هذا العام. نعم. يعني لتعزيز التربية النفسية. التربية النفسية. جميل. جميل. ابرز الاوراق اللي حيتم تكديبها، طالما هو مؤتمر علمي اكيد هناك اوراق. نعم. في الحقيقة كل الجامعات هتقدم أوراق، هي الأوراق ما تفتح هذا المؤتمر لأوراق خارجية من أفراد، إنما ركزنا على الأوراق العلمية من ذوي الاختصاص، يعني جامعة السودان وجامعة الخرطوم وجامعة الأحفاد، كل أو جامعة أفريقيا العالمية، كل يعني كتب في اختصاصه، وإن شاء الله يعني تكون مفيدة. وغير الدول الخارجية جايبة أوراق وخبراتها كمان، فنحن حنستفيد إن شاء الله في إنه نتشارك مع الدول الخارجية ونتبادل الخبرات. نعم. طيب هل في جهات مشاركة ثانية غير الجامعات التي ذكرتيها والدول، ولا دي كلها تعتبر الجهات المشاركة؟ والله في كثير، إحنا طبعا فتحنا الإعلان وفي الكثير، يعني أخصائيين نفسيين، مدرسين تربية خاصة سجلوا في المؤتمر عشان يجوا يستفيدوا ويتلقوا العلم الجديد. جميل. السودان بيمر بمرحلة تاريخية. نعم. وظروف معروفة للجميع، أهمية أن يأتي هذا المؤتمر في ظل هذه الظروف وفي هذه المرحلة التي يعيشها السودان. طبعا ما شاء الله سوداننا، يعني إن شاء الله بعتبره السودان الجديد. نعم. ده انفتاح جديد، ولابد أن احنا أصلا نرتقي بعد كده ونلحق بالركب. فإحنا بالمناسبة دي خلينا نحكي لكم إنه إحنا شاركنا مع الأطفال بالدمج في رؤية الثورة الجديدة، وعملنا مبادرة للوطن بعيون الأطفال، مشوا في أطراف القيادة وعملنا لهم جدارية كبيرة كلهم شاركوا فيها بالرسم، فكانوا أطفال من مدارس وأطفال الشوارع، وهم من ذوي الاحتياجات الخاصة أطفال الشوارع، أطفال ذوي إعاقة، كلهم جاءوا وشاركوا في لوحة واحدة، فكانت تعبيراتهم كلها إنهم بيرسموا حمام السلام، الشجر، النخل، العلم القديم والجديد، فبتحسي إنه الحاجات الحواليك أو المجتمع بيأثر في نفوس هؤلاء الأطفال. جميل. طيب دكتورة نذكر بزمان ومكان المؤتمر. إن شاء الله المؤتمر طبعا لانضمام كل الجامعات أو أغلب الجامعات، حتى من النيل الأزرق بالمناسبة وكسلة الجامعات منضمة إلينا، وفي ناس جايين من هناك، عاملينه في وزارة التعليم العالي إن شاء الله، استضافتنا وزارة التعليم العالي غدا إن شاء الله الساعة 9 صباحا الافتتاح بتاعه، حيكون مصاحب معه معرض كمان لتفسير الأعمال. كم يوم ولا يوم واحد؟ يومين إن شاء الله، الأربع والخميس. جميل. بالتوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. إحنا شاكرين لك كثير جدا دكتورة عايدة بسطاوي، رئيس المؤسسة بسطاوي بغدادي، خبير معالج بالفن التشكيلي، على هذه المساحة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، شرفت بوجودي معكم. الله يخليك.